تواصل المعارك بين قوات الأسد والجيش الحر في حماة، وقوات النظام تطلق صاروخين سكود من ريف دمشق. أعداد ضحايا العنف تتصاعد في العراق، والمالكي يحذر من حرب لا نهاية لها. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، مواعيد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. افتتح الرئيس محمد مرسي ورفيقه الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، افتتح عدة مشروعات هندسية خاصة بالقوات المسلحة، وذلك ضمنا باحتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء. من بين هذه المشروعات محور الفريق سعد الشاذلي وأعمال توسعة وتطوير طريق القاهرة السويس وطريق جوزيف تيتو والقوس الجنوبي في طريق الدائري الإقليمي وكوبري المشاب الجلاء. حضر الافتتاح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين. طالبت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لبحث أوضاع المدن الجامعية لطلاب وطالبات الأزهر، طالبت بضرورة إسناد ملف التغذية كاملا بمدينتي الطلاب والطالبات للقوات المسلحة بصفة عاجلة في الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، نظرا لأن الإجراءات الإصلاحية المطلوبة وفق مقاييس الجودة المعتمدة تستغرق وقتا طويلا. كان رئيس الوزراء هشام قنديل قرر تشكيل لجنة محايدة تختص ببحث حالات وأسباب التسمم لطلاب المدينة الجامعية بالأزهر. ينص القرار على أن تقوم جامعة الأزهر بتقديم كافة ما تطلبه اللجنة من أوراق ومستندات وتيسير حصولها على ما تطلبه من عينات والاتصال بمن ترى من العاملين والطلاب القائمين على شؤون المدينة الجامعية. كما فوض رئيس الوزراء اللجنة في الاستعانة بمن ترى من الخبراء. تنظم اليوم عدد من التيارات والحركات الإسلامية وقفة أمام مقر أمن الدولة في مدينة نصر احتجاجا على الاستدعاء والقبض على عدد من النشطاء السياسيين في الفترة الأخيرة. ومن جانبها أكدت الجماعة الإسلامية على حق المواطنين الكامل في التظاهر السلمي، لكنها لن تشارك في أي تظاهرات أمام جهاز الأمن الوطني، تاركة الفرصة أمام الأجهزة المعنية لتقنين ووضع آلية ورقابية لعمل الأمن الوطني بما يحقق حرية وكرامة المواطنين. يأتي ذلك بينما أعربت الجماعة الإسلامية في بيان لها عن قلقها البالغ من استعادة الأمن الوطني لأدوار جهاز أمن الدولة السابق فيما يتعلق باستدعاء المواطنين ومتابعتهم دون سند قانوني. انطلقت بالقاهرة فعاليات المؤتمر الخامس لرابطة الإعلام المرئي الهادف بغرض طرح عدة مبادرات لتطوير الإعلام المرئي، بينها مبادرة لإنشاء وقف خيري للإعلام الهادف. بلغ عدد الدراسات المقدمة لتطوير الإعلام 7 دراسات متخصصة ركزت على آليات جذب الإعلانات في القنوات الفضائية، بالإضافة لبرامج الدورات الإعلامية والفنية المتخصصة لخدمة الكوادر الإعلامية. انطلاقا من الدور الفعال الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الصورة الذهنية للرأي العام، انطلقت فعاليات المؤتمر الخامس لرابطة الإعلام المرئي الهادف والذي يستمر على مدار يومين. الملتقى الإعلامي ضم عددا من الدول العربية المشاركة من بينها السعودية والكويت ومصر، والذي تركزت غايته في المساهمة في نشر رسالة الخير والرحمة عبر تطوير الإعلام المرئي، التدقيق في جودة الأداء الإعلامي في تدريب الإعلاميين. ونحن هنا طرحنا مبادرة أيضا على أشقائنا في رابطة الإعلام المرئي الهادف أن نتعاون معنا إن شاء الله في تدريب الكوادر الإعلامية، ولدينا معهد رائد في التدريب هو معهد تدريب الإذاعة والتلفزيون. تقليص الجوانب السلبية في الساحة الإعلامية إضافة لرفع كفاءة المؤسسات من خلال تطوير الأداء للوصول بها للاحترافية نقاط هامة يسعى الملتقى لتحقيقها.
هو ما في شك أن هذه الرابطة معنية بالتعاون فيما بين الإعلام الهادف وتقوية مؤسساته وتنمية النشاط التي البرامجي المشترك وأيضا التدريب الكوادر البشرية. الرابطة استهدفت عدة جهات لتوصيل رسالة التطوير الإعلامي، كان أبرزها القنوات التلفزيونية التقليدية وعبر الإنترنت ومؤسسات التدريب الإعلامي الكبرى، بالإضافة لكليات وأقسام الإعلام. أيضا يهدف المؤتمر إلى إطلاق مجموعة من المبادرات العملية التي تخدم الإعلام الهادف والتي يمكن أن يكون لها أثر تنفيذي على أداء هذه المؤسسات. كل هذه الأهداف حقيقة نؤملها من هذا الملتقى ونرجو أن نوفق فيها. كانت عضوية الرابطة قد تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية لتصل لأكثر من 90 مؤسسة إعلامية، بزيادة ما يقرب من 18 مؤسسة عن العام الماضي. حضور إعلامي عربي مكثف شهده ملتقى رابطة الإعلام المرئي بهدف الأخذ بقصص النجاح ونقاط الإخفاق من أجل تطوير المنظومة الإعلامية ودراسة المشكلات الأكثر إلحاحا في الحقل الإعلامي. من مقر انعقاد المؤتمر بمدينة الإنتاج الإعلامي، حنان عاطف، النيل. تمكنت عناصر حرس الحدود في المنطقة الغربية العسكرية من إحباط محاولة لتهريب أسلحة وبنادق آلية شمال منفذ السلوم البري، وضبط سيارة محملة ب12 جوال من مادات شديدة الانفجار على طريق النصر جنوب مدينة رأس الحكمة. كما تم إلقاء القبض على 31 مصريا وفلسطينيا وسوريا وسودانيا أثناء محاولة للقيام بهجرة غير شرعية عبر الحدود الغربية. وفي سيناء تمكنت عناصر حرس الحدود من اكتشاف نفقين كبيرين لتهريب سيارات بمنطقة صلاح الدين برفح، وقامت عناصر المهندسين العسكريين بتدمير النفقين. نجحت وزارة البيئة في نزع فتيل الأزمة التي سببتها التعديات على محمية وادي الريان في الفيوم بين مجموعة من السكان وأحد الأديرة القبطية، وذلك بتوقيع اتفاق بحضور كافة الأطراف المعنية. الاتفاق شمل العديد من البنود، أهمها أن أراضي المحمية وإدارتها تخضع للدولة ممثلة في وزارة الدولة لشؤون البيئة وجهاز شؤون البيئة، وهو المعني بكافة جوانب إدارتها. اتفاقية مبدئية بمثابة أساس للعمل الدائم وبداية للحل والتوفيق بين مصالح الرهبان والسكان المحليين لحل أزمة محمية وادي الريان بالفيوم. بداية الحل إن احنا نوفق ما بين مصالح الرهبان ومصالح السكان المحليين. ده تنازع على استخدام أرض. أي محمية في العالم بيبقى فيه تنازع على استخدامها في ايه، سواء شركة بترول عايزة تاخد الارض او سواء شركة صناعية تانية عايزة الارض، او ده وضع طبيعي جدا. احنا عندنا جزء ليه ما بعد الثورة لغياب الامن كويس، تم بناء سور كويس، السور ده منع السياحة البيئية في المنطقة كويس، فاحنا بنحل المشكلة ان احنا ندير هذا السور لان دي ارض اساسا بتاعة الدولة، محمية طبيعية ملك للدولة. اتفقت الأطراف المعنية على أحقية السكان المحليين من أهالي المنطقة في ممارسة الأنشطة السياحية البيئية بمنطقة العيون، وكذلك الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المسموح بها، كما أكدوا على أحقية الدير في ممارسة الشعائر الدينية والأنشطة الضرورية للمعيشة. فكان حصل نوع من التعديات مش من أهالي المنطقة على رهبان الدير، فاضطروا رهبان الدير ان هم يقوموا بعملية بناء السور كنوع من حماية للدير وللرهبان وحماية للمحمية نفسها. ممثلو الدير من جانبهم أكدوا على أن فكرة بناء السور جاءت لحماية الرهبان والمحمية، ولم يكن المقصود منها إطلاقا الاعتداء على أرض الدولة. احنا بنعمل شيء لا عامه احنا بالنسبه لينا احنا ما فيش اي ادنى مشكله خالص، ما فيش ادنى مشكله خالص. بس هو الفرق ان احنا سوق الخلاف، ان احنا اغلبيه شغلنا احنا بتاعت اراضي، ولا كان يلزمنا. ما انتوا جيتوا قبل كده قلت لكم، قلت لنا تعالوا اقعدوا جنبينا هنا في العين الرابعه، حصل قلتوا تعالوا، بس احنا مش لازمنا ارض ولا حاجه. الحوار كليته نحن ان احنا بس حفاظا على المحميه وحفاظا على المكان كسياحه. هذا
هذا وقد أكد الجميع على أن الوضع الراهن بمنطقة العيون الطبيعية بمحمية وادي الريان ليست له أي بواعث أو أسس دينية أو طائفية، ولكنه اختلاف بين مصالح متعارضة على استخدام الأرض والعيون. أمل صبري، النيل. إلى الملف السوري، حيث أفادت لجان التنسيق السورية بأن قوات النظام أطلقت فجر اليوم صاروخين من طراز صاروخين من ريف دمشق باتجاه الشمال السوري، في حين تتواصل المعارك بين قوات النظام والجيش الحر في حماة ومناطق متعددة بأنحاء البلاد. وأوضحت لجان التنسيق أن الجيش الحر هاجم 6 حواجز أمنية وكتيبة للنظام في ريف حماة، وتمكن من السيطرة على حاجز الجلمة بعد اشتباكات مع قوات النظام. وقال الناشطون أن قوات النظام اقتحمت أحياء طريق حلب وحي مشاع وادي الجوز ومخيم العائدين بحماة، وشنت حملة دهم واعتقالات وإعدامات ميدانية. يأتي ذلك بينما أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن حصيلة أعداد قتل الأربعاء على يد قوات النظام السورية بلغت 95 شخص، معظمهم في دمشق وريفها وحلب. كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد ذكرت أن أكثر من 3300 شخص قتلوا في أعمال عنف بأنحاء متفرقة من سوريا خلال شهر أبريل وحده، وذلك بمعدل نحو 138 شخصا يوميا و6 أشخاص كل ساعة. وأضافت الشبكة أن من بين القتلى 377 طفلا، بينما لقي 176 شخصا حتفهم تحت التعذيب. وقالت الشبكة أن من بين القتلى 2330 مدنيا و983 من المعارضين المسلحين. نتيجه القصف المستمر والهمجي على البلدية، الله اكبر. نفى البيت الأبيض الأمريكي اتخاذه أي قرار بتسليح المعارضة السورية، مؤكدا أن كل الخيارات لا تزال مطروحة للتعامل مع هذا الملف. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الولايات المتحدة لا تزال تنظر مع حلفائها في طبيعة وأهداف المعارضة المسلحة التي تقاتل في سوريا، مشيرا إلى زيادة المساعدات غير القتالية للمعارضة. كانت تقارير صحفية أفادت بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تستعد لإرسال أسلحة إلى المعارضة السورية، وتبذل جهدا مع الرئيس السوري فلاديمير بوتين لإعادة التفكير في دعمه لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وبعد تردي الأوضاع الأمنية وتزايد عمليات الخطف والاغتصاب والقتل، افتتحت في العاصمة السورية دمشق أول مدرسة لتعليم الفتيات فنون القتال والدفاع عن النفس. المدرسة الجديدة لقت إقبالا ملحوظا في أوساط الفتيات والسيدات السوريات، خاصة بعد تعرض بعضهن لعمليات خطف من قبل ميليشيات مسلحة تابعة للنظام أو للمعارضة أو لخارجين عن القانون. تزايد حدة المعارك بين قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد والجيش السوري الحر، استغل بعض الخارجين عن القانون وأفراد من ميليشيات تابعة للقوات النظامية أو المعارضة انفلات الأوضاع الأمنية في مناطق عدة من سوريا للقيام بعمليات خطف واغتصاب وربما قتل في بعض الأحيان ضد نساء وفتيات سوريات. تزايد عمليات الخطف والاغتصاب دفعت بعض النساء إلى افتتاح أول مدرسة لتعليم الفتيات أساليب الدفاع عن النفس. المدرسة التي افتتحت في العاصمة دمشق تشرف عليها لاعبة البوكس الدولية وبطلة العالم السورية عزة عطوري. في استيعاب للحالة وفي إحساس بأهميتها، فهذا الكلام عم يخلي إنه حتى الأهالي صاروا يبعثوا بناتهم إنه مشان موضوع إنه يحافظوا على حالهم، لأنه صار عندنا حالات بوضح النهار ممكن يكون في عندنا مشاكل، فبهالحالة صار في إقبال لأنه حسوا إنه في موضوع لازم نلاقي له علاج أو حل مشان نقدر ننفذ من حالات الاعتداء ممكن نتعرض لها، ففي إقبال جيد يعني. وتتلقى الفتيات اللائي التحقن بالمدرسة التدريبات الأولية والدروس البدائية لفنون القتال والدفاع عن النفس بهدف إكسابهن الثقة بالنفس للزود عن أنفسهن حالما تعرضن لعمليات اغتصاب أو تحرش جنسي أو اختطاف، كما تقول ريم الشامي صاحبة ومديرة المدرسة.
كتير كانوا متشجعين، كتير كانوا حابين انه يتعلموا هذا الشيء مشان تزيد ثقتهم بنفسهم، وهالشيء لمسناه من اول درس طلعوا من القاعة مبسوطين كتير، مع انه يمكن تعلموا باول درس بعض الخطوات البسيطة، بس العمل النفسي اللي اخذوه كان له دور كتير كبير انه بعد ما طلعوا صاروا يقولوا انه نحن عم نمشي بالشارع واثقين من نفسنا. وخلال العام الماضي فقط تعرضت 81 فتاة وسيدة لحالات تحرش جنسي أو اغتصاب كان أغلبها في مدينة حمص على أيدي خارجين عن القانون وأفراد من ميليشيات مسلحة ومجهولين، وهو ما سبب تزايد الإقبال على الالتحاق بهذه المدرسة من جانب الفتيات والسيدات. هو بسبب الأوضاع، فهي شغلة ما بتأذي إن الواحد يكون بيعرف كيف بده يحمي حاله إذا تعرض لهيك موقف، وبنفس الوقت إذا ما كان صار شيء فهو مو مشكلة يكون بيعرف هيك شيء وبتفيده للمستقبل، وهي نوع من أنواع الرياضة. وتتزايد حالات الخطف والاعتداء من جانب أفراد الميليشيات المسلحة التابعة للنظام أو بعض الفصائل والميليشيات المعارضة في أوساط طبقة رجال الأعمال من السيدات، حسب برنامج توعية المجتمع بأشكال العنف ضد المرأة السورية الذي يرعاه المركز الإعلامي في العاصمة دمشق. البرنامج اتهم في الأساس ما أسماه بالقوانين العنصرية التي تفرق بين عقوبة من ارتكب جرائم الاعتداء أو خطف السيدات على أساس سياسي أو طائفي، وبين من يقوم بتلك الجرائم بهدف الاعتداء الجنسي فقط. علاء رشوان، النيل. نحو 20 شخصا وأصيب عشرات آخرون في عدد من التفجيرات في العراق في تصاعد حاد لأعمال العنف تسببت في تعالي التحذيرات من اندلاع صراع طائفي. وذكرت مصادر بالشرطة أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه وسط أفراد من مجالس الصحوة شرق مدينة الفلوجة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين. وفي بيجي شمال بغداد استهدفت عبوة ناسفة عددا من سيارات الشرطة ما أسفر عن مقتل 4 رجال الشرطة، وأدى انفجار سيارة الملغومة شمال شرق بغداد إلى مقتل وإصابة نحو 20 شخصا، بينما انفجرت سيارة الملغومة بمدينة رمادي ما أودى بحياة 2 من الشرطة وإصابة 10 آخرين. سياسيا، أقر الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدري بأن حكومة رئيس الوزراء نور المالكي تقوم بالتهادي أهل السنة في العراق، وقدم اعتذاره لهم عن ذلك. من ناحيته حذر رئيس الوزراء نور المالكي من أن نجاح محاولات تمزيق العراق ستؤدي إلى حرب لا نهاية لها، معتبرا أن الخطر على البلاد اليوم يأتي من المنطقة وتحدياتها الطائفية حسب قوله. أشهد العراق منذ أكثر من 4 أشهر احتجاجات حاشدة في المحافظات السنية ضد السياسات المالكي التي تهمش طائفية في العراق. شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن أي تعديلات طفيفة مقترحة لحل الدولتين على حدود عام 1967 ستدرس خلال المفاوضات حول تنفيذ رؤية حل الدولتين. شدد عباس عقب لقائه الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش في رام الله على أن الفلسطينيين يمكن أن يقبلوا تغييرا طفيفا على الحدود إذا ما اضطروا إليه، لكنهم يصرون على إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية. ونحمي الأرض. من جانبه زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن انسحاب إسرائيل من أراضي فلسطينية لن يحقق السلام مع الفلسطينيين، لأن أصل النزاع يتمثل بعدم اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي على حد وصفه. قال نتنياهو خلال لقائه مع دبلوماسيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن النزاع مع الفلسطينيين يعود لزمن بعيد قبل عام 67 حين احتلت إسرائيل قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، ومعتبرا أن انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة عام 2005 لم يؤدي إلى السلام بل إلى إطلاق صواريخ على إسرائيل حسب قوله. يمثل اليوم نجل العقيد الليبي السابق سيف الإسلام القذافي أمام محكمة جنايات زانتان الليبية بتهمة المساس بأمن الدولة ومحاولة التنسيق مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية للهروب. وأكد وزير العدل الليبي أن تلك الجلسة ليس لها علاقة بالقضايا الرئيسية المتهم فيها سيف الإسلام والمتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبها في حق الليبيين. تعود القضية إلى شهر يونيو الماضي عندما قام وفد من المحكمة الجنائية الدولية بزيارة سيف الإسلام في محبسه، وتم خلال الزيارة توقيف المحامية الأسترالية المكلفة بالدفاع عنه بتهمة تسليم وثائق اعتبرتها السلطات الليبية تتعلق بالأمن القومي بالإضافة إلى رسالة مشفرة.
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالية الاف بي اي صورا لثلاثة أشخاص كانوا في موقع القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي ليبيا وقت الهجوم الذي أودى بحياة السفير الأمريكي في ليبيا وثلاثة أمريكيين آخرين في 11 من سبتمبر الماضي. وقال بيان صادر عن المكتب إن الأشخاص الثلاثة ربما يكونوا في حوزة معلومات تساعد في التحقيقات الخاصة بالكشف عن مدبر الهجوم، داعيا إلى تقديم أي معلومات تقود إلى الوصول إليهم. وليس من الواضح ما إذا كان الأشخاص الثلاثة متهمين بالتورط في الحادث أم لا، لكن بيان الـ FBI لم يصنفهم باعتبارهم مشتبها بهم. قالت اللجنة العليا لإيواء المتضررين بمنطقة الرهد في ولاية شمال كردفان في السودان، قالت إن نحو 19,000 شخص نزحوا إلى المنطقة نتيجة اعتداء متمردين على موطنهم الأساسي، بينما لا يزال 7,000 آخرين عالقين. من ناحية أخرى أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تردي الوضع الأمني في دارفور، مشددة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عاجلة لوقف إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان هناك. إقليم دارفور غربي السودان لا يزال يعاني من الاضطرابات والفوضى وسفك الدماء، ما يستلزم تسوية سياسية عاجلة لوقف العنف. هذا ما خلصت إليه جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في دارفور. هيرفي لاتسو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام أكد أمام مجلس الأمن أن الأوضاع في دارفور تنتقل من سيء إلى أسوأ، مشددا على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عاجلة لوقف إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان هناك. الوضع في دارفور سيء للغاية. بعثة يونانيد لقوات حفظ السلام تعمل بأقصى قدرتها لتنفيذ تفويضها لتجنب إراقة الدماء، لكن حل النزاع في دارفور المستمر منذ أكثر من عقد يتطلب جهودا مشتركة من جانب مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بشكل عام. ومنذ اندلاع الحرب في دارفور عام 2003 بعدما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة المركزية في الخرطوم متهمين إياها بإهمال الإقليم وتهميش سكانه، حشدت الحكومة قواتها والميليشيات المتحالفة معها للقضاء على التمرد، ما أطلق موجة من العنف دفعت جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى اتهام مسؤولين سودانيين من بينهم الرئيس السوداني عمر البشير شخصيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور. وعلى الرغم من وجود أكبر بعثة لقوات حفظ السلام الدولية في الإقليم المضطرب، إلا أن القتال بين الجيش السوداني والمتمردين متواصل رغم تأكيدات الحكومة السودانية على أن أعمال العنف يشنها متمردون مسلحون وتقتصر حاليا على الأنشطة الإجرامية مثل تدمير محطات الطاقة الكهربائية والأسواق والبنوك حسب ما يقول السفير السوداني بالأمم المتحدة. فما تبقى من نزاع في دارفور هو إذا ما قورن بما حدث في عام 2003 نزاع ينحصر في عوامل ضيقة، نرجو من مجلس الأمن أن يساعدنا في وضع حد لها بفرض عقوبات على هذه الحركات المتمردة التي ترفض السلام. رغم تصريحات السفير السوداني قام تحالف من الحركات المتمردة بإقليم دارفور بتوسيع نطاق عملياته العسكرية لتصل إلى ولاية شمال كردفان التي ظلت بعيدة عن النزاع، وشنوا واحدا من أكثر هجمات المتمردين جرأة منذ هجومهم على الخرطوم في مايو عام 2008 والذي أسفر عن مقتل العشرات من الجانبين. قتل شرطي أفغاني وأصيب جنديان باكستانيين إثر تبادل لإطلاق النار على حدود البلدين استمر أكثر من ساعتين. وذكر مصدر باكستاني أن هجوما على نقطة تفتيش باكستانية هو الذي فجر الاشتباكات، فيما أعلن مسؤول أفغاني أنها بدأت حينما حاولت القوات الباكستانية تحصين البوابة الحدودية. توفي سجين هندي في سجن باكستاني الخبيث متأثرا بجروح أصيب بها قبل 5 أيام حين تعرض لضرب مجرح على أيدي عدد من زملائه في السجن. كان السجين ويدعى سلابجيت سينغ قد قضى 16 عاما في السجن إثر الحكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس، حين تلقى تهديدات بالقتل في أعقاب تنفيذ السلطات الهندية حكم الإعدام في الناشط الانفصالي محمد أفضل جورو بعد اتهامه بالتورط في هجوم شنه مسلحون مدعومون من أجهزة الاستخبارات الباكستانية على مبنى البرلمان في نيودلهي عام 2001، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الهند وباكستان.
أفاد باحثون أمريكيون أن كوريا الشمالية تباشر خلال الأسابيع المقبلة تشغيل مفاعل نووي بالمياه الخفيفة، يثير مخاوف على خلفية سعي بيونغ يانغ لحيازة أسلحة نووية. من ناحية أخرى، حكمت المحكمة العليا في كوريا الشمالية على مواطن أمريكي يدعى كينيث باي بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لإدانته بالقيام بأعمال عدائية ضد النظام الشيوعي. من جهتها، طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح مواطنها على الفور، مرجحة أن الغرض من الحكم هو الضغط على واشنطن لتغيير موقفها الرافض للتهديدات النووية الكورية الشمالية في وقت تشهد شبه الجزيرة الكورية تصعيدا في التوتر الدبلوماسي والعسكري. قررت بوليفيا طرد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أراضيها ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي قال فيها أن أمريكا اللاتينية هي الفناء الخلفي لبلاده. من جانبها، أعربت الخارجية الأمريكية عن أسفها إزاء تلك الخطوة ونفت صحة مزاعم رئيس بوليفي إيفو موراليس بأن الوكالة تدعم المعارضة في بلاده. حالة الحساسية المفرطة بين أمريكا الاشتراكية وجارتها الشمالية الرأسمالية ما زالت تلقي بظلالها حتى على التصريحات التي قد تخرج من أي مسؤول من الطرفين. فما صرح به وزير الخارجية الأمريكية جون كيري من أن أمريكا اللاتينية تعتبر الفناء الخلفي للولايات المتحدة أثار غضب قادة بعض الدول هناك كالرئيس البوليفي إيفو موراليس الذي وصف كلمات كيري باعتبارها تنطوي على إهانة ومشاعر عدائية. الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن أمريكا اللاتينية تعتبر الفناء الخلفي لأمريكا الشمالية. نحن وكل أمريكا اللاتينية لا يمكن أن نعتبر كذلك، لذلك نحن قررنا أن نطرد وكالة المساعدات الأمريكية من بوليفيا، والقرار بدأ تنفيذه بالفعل كجزء من ردنا على هذه التصريحات المهينة. واشنطن سارعت بإعادة تفسير المعنى باتجاه التهدئة، فالمتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فنتريل دافع بالقول إن الفناء الخلفي يعني التجاور والصداقة. يتعين على سكان أمريكا اللاتينية ألا يشعروا بالإهانة بسبب كلمة الفناء الخلفي، لأنها تتضمن أننا أصدقاء وجيران من الناحية الجغرافية. في الوقت نفسه، أدانت واشنطن ورفضت ما أسمته بمزاعم موراليس التي قال فيها إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أثارت احتجاج السكان الأصليين في بوليفيا. وأعرب فنتريل عن أسف الحكومة الأمريكية إزاء طرد وكالة بلاده من بوليفيا. ختاما تذكرة بأبرز العناوين: الرئيس مرسي يفتتح عدة مشروعات هندسية خاصة بالقوات المسلحة، تواصل المعارك بين قوات الأسد والجيش الحر في حماة، وقوات النظام تطلق صاروخ المسكون من ريف دمشق، أعداد ضحايا العنف تتصاعد في العراق، والملك يحذر من حرب لا نهاية لها. المزيد يمكنكم متابعة التفاصيل على موقعنا الإلكتروني مواد إجنيات النشر. نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء.